بغيتي تنوض حكيم. حكيم اليوم يمكن وقيله كان شي جمع عام جديد ديال الجامعه، شفنا نقاشات صريحه بين الاعضاء ورئيس الجامعه، واش يمكن نعتبروا اليوم ان هذا الجمع العام يمكن يكون محطه جديده لقراءه مستقبل جديد؟ لا، المحطه هو المحطه لمستقبل جديد. راه حنا اللي خاصنا نكونوا المستقبل الجديد. الا ما درناش حنا خدمنا كمسؤولين ديال الكره المغربيه، راه احدى فيها 11 رئيس عصبه، فيها جوج عصاب الاحترافيه، في اربعه العصاب دابا اليوم من بعد الجمعه غيوليو اربعه العصاب. الا ما رضناش خدمنا الكره المغربيه، حنا اللي خاصنا نقروا اش بغينا. كاين سبعه المدارس في العالم، كاين البرازيليه، الارجنتينيه، البلجيكيه، الفرنساويه، الهولنديه، الايطاليه، الالمانيه. حنا اش بغينا من الكره نخدموا بها في البلاد؟ نقرروا واش بغينا في الخدمه، غنمشيو نخدموا وغنجيبوا النتائج ان شاء الله. ولكن اليوم طحنا، غنعاودوا نوضوا كي طرات في الماضي. درنا طحنا ونضنا ودرنا درنا درنا جبنا القاب ودرنا انجازات. حكيم، التدخل ديالك اليوم كان يصب في اتجاه ديال تنميه كره القدم المغربيه. اليوم الجامعه الملكيه المغربيه خاصه تفرض اللجنه ديال التنميه كره القدم. كل جامعه رياضيه خاصها تكون عندها اللجنه ديال التنميه الرياضيه ديال الرياضه، حنا ديال كره القدم وحده اخر ديال الرياضه. حكيم، واش اليوم نعتبروا حضور المكتب المديري من خلال الافكار ديالك ومن خلال يعني كل الاوراش اللي كنت كتنادي بها، اليوم واش يمكن نعتبر موقع القرار ان حكيم غيدافع على هذيك الاوراش ويدافع على هذيك؟ ولا بد غندافع على الاوراش، ولا بد غندافع على الاوراش. اليوم انا رئيس، راه قلت لك انا ماشي ضدك، هادشي تنعطيك راه باش نستافدوا منه ونزيدوا به القدام. انا ماشي ضد الرئيس ولا ضد الكره، الا نجحنا حنا راه نجح هو. هادشي تنقول انا وغنبقى في هادشي ديالي. انا هكا حكيم دوم نبغي ليه النجاح وتنبقى لويال. هادشي اللي كاين، ونتمنى التوفيق للكره المغربيه، ونتمنى نقولوا احسن دوله في الكره في افريقيا ان شاء الله.